طب يا شباب السلام عليكم. احنا ان شاء الله هندخل معانا الهيد ماركت موديل. هو بيستخدم اكستنسيفلي في السبيتش وما شابه من سيجنالز. يعني لما يكون عندي الموديل عباره عن سيكونس اوف ايفنتس، هو طبيعه الموديل كده. لما نيجي نتكلم احنا حقيقه بنرسم يعني along the time زي فيتشرز بتشتغل along the time. احنا لما نيجي نعرف مثلا ابسط من كده، لما نيجي نعرف مثلا الورد الكلمه سواء كانت كلمه انجليزي او عربي في اي لغه من اللغات، الكلمة بتتكون من مجموعة من الكاركترز. كلمة كتبة بتتكون مجموعة من الكاركترز، ففي وحدات معينة بتتكون منها. فما نقدر الباترن بتاعي، لو هو أنا عاوز أخد الورد أز باترن، فهي بتتكون من مجموعة من الكاركترز جنب بعضها. فنفس الشيء في الصوت، الوحده بتاعتي بدل ما هي كاركترز حاجه بنسميها فونيمز، الوحده الصوتيه اللي التغير بتاعها يغير الكلمه. تمام؟ فبس الوحده الصوتيه ادق شويه من الوحده الكتابيه. كاف ت ب، الكاف دي في الصوت ممكن تبقى كا او كو او كي. التشكيل بالنسبه لي وحده صوتيه جديده. عاوز انا اقارن الكتابه باللي بنطقه، يبقى احط التشكيل، لان هفرق ما بين كتب وكتب وكتب وما شابه. ف كل الظواهر سواء في التكست بروسيسنج او في السبيتش بروسيسنج اللي بحتاج فيها التايم دايمنشن، برضه حتى الفيديو، هو الفيديو عبارة عن فريمز تو دايمنشنز بس بتتغير مع الزمن. فأنا عندي أحداث بتحصل، فأنا لو أنا عاوز مثلا في الفيديو بروسيسين أكتشف وجود إيفنت معين، مثلا عاوز أوتوماتيكالي كده. الجماعة مثلا في فيسبوك وفي السوشيال ميديا مهتمين إن هو يطلع الحاجة اللي فيها كراهية، حد بيعتدي على حد، حد بيضرب حد، حد بيشتم حد، حد كلام من ده. فعاوز يعمل ايه؟ عاوز يكون في اوتوماتيك ديتكشن بالصوت والصوره للايفنت ده. فبيبقى عنده سيكونس من الفريمز موجوده في الزمن، وهو عاوز يكتشف الوحده او الباترن اللي عاوز يطلعه. هو الايه؟ مساله الاعتداء او المشكله اللي هو بيدور عليها. فليها تطبيقات كتير، ولذلك مثلا في الماشين ترانسليشن دي اريا كبيره جدا من البحث. هو عنده سيكونس من الوردز وبيطلع سيكونس اوف وردز. فازاي يقدر يعني ايه؟ الناس بداوا يعني ايرا جديده كده من كام سنه، انه ازاي على طول بدل ما المودلز بتاعتنا بقى اللي بنقعد نعقلها خطوه خطوه كده وستيب باي ستيب ولوجيك ماشيه لوجيكال، ان هو يجي يقول ايه؟ انا عندي يعني مثلا في دلوقتي محاوله للترجمه سبيتش تو سبيتش ترانسليشن. الوضع الطبيعي في سبيتش تو سبيتش ترانسليشن او الكلاسيكال تكنيك انه بياخد السبيتش يحوله الى تكست بنفس اللغه، وبعدين التكست يترجمه بالماشين ترانسليشن، لان الحاجات دي مستقره وموجوده حتى لو كانت الاكيورسي بتاعتها يعني معقوله بس ما هياش بيرفكت قوي. وبعدين يحول من التكست للغه الجديده بالصوت بتكست تو سبيتش يحولها الى صوت والعكس. فعشان يعمل يخدم اتنين بيتكلموا لغات مختلفه بيتكلموا مع بعض، انا محتاج سته سيستمز. اتنين سبيتش ريكوجنيشن كل واحد للغته، واتنين ماشين ترانسليشن
من اللغه دي للغه دي والعكس، واثنين تكست تو سبيتش لكل لغه. ستة سيستم يقعدوا يشتغلوا مع بعض. في ابحاث بتقول do we need to do it this to solve it this way. طب ايه يا عم عاوز تفكر ازاي؟ قال انا في الاخر عندي هنا سيكونس اوف فونيمز وهنا سيكونس اوف فونيمز، بس ادوني داتا كفايه اطول من الداتا كفايه، جمله قصاد جمله، بدل ما تديني تكست في الماشين ترانسليشن تكست والترجمه بتاعته، اديني جمله قصادها جمله، ومن ناس كتير. Very challenging problem، لكن بدأت إرهاساتها تشتغل يعني. وكان في محاولات كده، كانت مايكروسوفت نزلت حاجة تجريبية يعني من باب إيه، لسه الأبحاث شغالة، بس يعني لأن هي الحاجات دي أصلاً كل سيستم من الستة سيستمز دول عاوز كمية كبيرة جداً من الديتا، فلما كمان تدمج كل ده مع بعضه وعاوز تعمل سيكونس تو سيكونس ترانسليشن من سبيتش لسبيتش، دي عملية ممكن تبقى محتاجة أطنان من الداتا، عاوزة كمية كبيرة جدا جدا من الداتا. الهيدن ماركوف موديل وإن كان في محاولات لتجاوزه، لكن لسه لغاية دلوقتي سرفايفنج، والبراكتيكال تو ماي نوليدج معظم إذا ما كانش كل البراكتيكال سيستمز اللي موجوده لايف للشركات الكبيره والصغيره في العالم، ما زال في السبيتش ريكوجنيشن ما زال الهيدن ماركوف شغال. في محاولات، في بدايه محاولات للاستغناء عن الهيدن ماركوف موديل بحاجات ادفانسد شويه في السيكونس تو سيكونس وما شابه، لكن البراكتيكاليتي بتاعتها لسه تشالنجينج شويه. فاللي احنا بندرسه ده مش اوبسوليت، لكن يعني وارد ان يكون بعد سنتين ولا ثلاثه ان الناس تتجاوزه، بس في كل الاحوال فهم الكونسبت بتاعه مفيد، لان حتى لما بنروح للحاجات الثانيه بنبقى مراعين بنحاول نسبستيتيوت اللي بيعمله هيدن ماركوف موديل، لكن يعني مش بنشيله كده، بنشيله كامبلمنتيشن، لكن كفانكشن لازم نحاول ان احنا سبستيتيوت يعني. طيب ايه بقى حكايه الهيدن ماركوف موديل؟ حد بص في اضطر يعني انه يشتغل على هيدن ماركوف موديل او عنده فكره عنه لسه؟ احنا تعالوا نتعرف يعني ايه درستوا حاجه اسمها الاوتوميتا. طيب انتوا خدتوا الستيت دياجرام في الكمبيوتر، بعدين طيب انا خليني بدءا من الستيت دياجرام، انا هتكلم مثلا انه لو احنا عايشين ايام الاسبوع، فانا عندي 7 ستيتس، احنا النهارده الخميس، فاحنا في الستيت اسمها الخميس، عند الساعه 12 بالليل وثانيه بنسويتش ونقفز من الخميس الى الجمعه، و12 بالليل يوم الجمعة نبتدي نسويتش من الجمعة للسبت وهكذا. فاحنا موجودين في كل ستيت، مش probabilistically، احنا موجودين في كل ستيت deterministically، يعني انا عارف انا جوه الستيت دي، احنا كلنا جوه الستيت اللي اسمها الخميس، مفيش دلوقتي حد فينا جوه الخميس وحد سابق راح الجمعة وحد رجع للأربع أو لسه في الأربع، كلنا في الخميس، صح؟ فدي ديترمينستيك ستيت دياجرام. طيب هنفترض حالة تانية استوكاستيك شوية،
الواحد بيتنه عزب او اعزب استيت واحد وممكن يكمل كده ويموت من غير ما يتجوز. في كيسز كده. وفي كيس تانية الواحد هيتجوز وفي الاخر هيموت. وفي كيس انه ممكن يحصل انفصال من الزواج بالموت او بالطلاق وبعدين في الاخر. بس وارد جدا انه حصل حالة طلاق او حتى ترمل يعني فيرجع الشخص يتجوز مرة تانية وممكن دي تتكرر كذا مرة بس في الاخر. أنهي فين؟ أربع مرات. لا ما دي تكرر. لا مش أربعة. أنا ممكن يعني واحد ماتوا كلهم هيعمل إيه؟ كل ما يتجوز وتموت هيعمل إيه؟ وبيحصل العكس الحقيقة. في معظم الناس اللي عرفت متوسط عمر الرجالة في مصر اظن اخر احصائيه بس بقالها فتره يمكن ما جددتهاش بس كانت 69 سنه وكان متوسط عمر النساء حوالي 73 سنه فرق بينهم 4 سنين. ففرصه انا معظم اللي اعرفه من قرايبي لا في برضو حاله كده الراجل هو اللي قاعد بس يعني معظمهم الست هي اللي بتقعد شويه. anyway الموديل ده ما نقدرش الاستيت دي الوحيده الديترمينستيك وانس ان احنا بنخشها ما بنخرجش منها في الدنيا يعني ربنا وعدنا ان احنا هيبعثنا تاني وده في الاخره ان شاء الله. لكن احنا الحاله بتاع الواحد لما يقول له ايه حاله فلان ده عزب او اعزب ده متجوز ده مطلق او ارمل ده متوفي. في حالة تانية هي كده. طيب لو انه خدنا 100 حالة ووجدنا منهم 10 عزاب و90 متجوزين وبعد ما اتجوز 30 منهم فقد الزوجة او اتطلقوا وبعدين 20 منهم رجعوا اتجوزوا تاني وبعدين في الاخر زي ما انت ايه عارف كده. فاحنا دي ممكن نحولها لبروبابلستيك ديستريبيوشن ان 10% من العزاب بيموتوا او بيتنهم لحد بيمروا بالستيت دي والستيت دي ما بيمرش بالستيتس دي و90% بيمروا بالستيت بتاع المتجوز. يتنوا متجوز قد ايه ويسويتش من متجوز لمتوفي من غير ما يمر على المرحله دي 67%. كم منهم بيمر من متجوز لأرمل مثلا او مطلق 33%. كم منهم بيرجع يتجوز ثاني 67%. كم يظل على الحالة دي لحد الوفاة 33%. خلي بالكم ان انا في كل ستيت من دول مجموع الاوتبوت بواحد لكن مجموع الانبوت يساوي واحد بالضروره؟ لا مش لازم. بس انا عشان اخرج من الستيت اللي انا فيها لازم بواحد. طب والستيت دي هيتنوا متوفي بقى. كل ما اجي اعمل الاحصاء بتاعي اللي توفى خلاص بيتنوا متوفي فبتبقى ديترمينستيك كيس بلوب حواليها بواحد. انا كده دي اللي حاجه بيسموها اوتوميتا او ستيت دايجرام بروبابلستيك ستيت دايجرام عشان اربطه باللي انتوا درستوه. انتوا غالبا درستوا الحاجات دي وانتوا بتدرسوا الكاونترز او حاجه كده. ف ده بالنسبه لنا مهم قوي علشان نقدر نفهم الايه الهيدن ماركوف موديل بيشتغل ازاي. في اي سؤال؟ طيب
نعبر ازاي عن الكلام دوت؟ رياضيا بنعبر عنه بالبروبابيليتي ديستريبيوشن حوالين دي، بنحط عدد الستيتس كده وعددها كده من ستيت واحد لستيت اربعة. احنا عندنا هنا كام ستيت؟ اربعة ستيتس. وبنقول دي الاي ماتريكس، من انا بجمب من الستيت واحد للستيت اتنين بروبابيليتي بوينت ناين، ستيت واحد للستيت اتنين بروبابيليتي بوينت ناين، ومن الستيت واحد للستيت تلاتة، من واحد لتلاتة مفيش حد اعزب يروح للمطلق، مفيش، هو ما اتجوزش اصلا، او يروح لارمل، ما مفيش جواز، فمفيش من الستيت واحد للستيت تلاتة مفيش علاقة، زيرو. لكن ممكن من الستيت واحد يجنب على الستيت اربعة، تمام؟ على فكرة انا كان ممكن اسميهم واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني تلاتة اربعة، انا ممكن انا اسمي الستيت زي ما انا عاوز، هيعكس بس في شكل دي مش اكتر يعني. طيب لو انا بقول من ستيت واحد، دي خلاص انا خلصتها. من ستيت اتنين، هل ستيت واحد، هل انا عملت جامب على نفسي؟ ستيت واحد عملت جامب على نفسي ستيت واحد؟ على فكرة ممكن، بس ما في الكيس بتاعت دي. لو انا مثلا ممكن يحصل ده امتى؟ لو انا بعمل الاحصاء ده كل سنة، فساعتها ممكن يظهر ان انا ايه بلوب على نفسي شوية، بس لازم يعني لو عملت بلوب على نفسي شوية هنا، على ما الواحد يتجوز، على ما كده النسبة بتاع دي ودي هتنزل، بحيث ان مجموع البروبابيليتيز بتاع الاوتبوت لازم كلها بواحد، تمام؟ لكن انا زي ما اكون بعملها مره كده في العمر، انا عندي 100 واحد وبشوف الكيس بتاعتهم شكلها ايه. طيب فمن الستيت اتنين، من الستيت اتنين اهو، انا هنا اهو بقول انا بروح للستيت تلاته بروبابيليتي 33%، وبروح من الستيت اتنين للستيت اربعه بايه؟ ب 0.67 probability. طب ولو انا في الستيت 3، في الستيت 3 برجع للستيت 2 بالنسبه بالبروبابيلتي دي، وبروح للستيت 4 بالبروبابيلتي دي. طب انا وصلت للستيت 4 بلوب على نفسي، من الستيت 4 للستيت 4 بلوب على نفسي واحد، فانا قدرت احط امثل البروبابيليستيك كيس ديت، الحاله اللي عليها الانسان. على فكره كان ممكن اعمل ستيت خمسه بان انا افك دي، اخلي المطلق والارمن مختلفين عن بعض، فاحط بس اجمع الداتا بتاعتهم، فانا ممكن يبقى الستيت دايجرام بتاعي خمسه. فانا وانا بوصف الكيس اللي بين ايديا، انا بكريت الكيس دي حسب احتياجي. انا مثلا ممكن اكون بفكر، لو انا بفكر احط الكلام ده في بطاقه، لا يهمني الارمل غير المطلق، الارمل غير المطلق بالنسبه لي. لكن لو كنت انا مهتم مثلا عاوز اعرف البيوت فيها كم واحد، ولا يعني ما تهمنيش الفرق ده، ف يعني ممكن كمان ابستراكت عن كده كمان اقول ايه، ان الاعزب والمطلق والارمل ده فرد، فممكن اضم دول في ستيت واحده، ودي الستيت الثانيه ودي الستيت الثالثه وخلاص. انا بصمم حسب احتياجي وحسب التطبيق اللي انا عاوزه. وفي كل الاحوال انا اقدر اعمل الاي ماتريكس دي، بيسموها الترانزيشن، الستيت ترانزيشن ماتريكس، الستيت ترانزيشن ماتريكس. يعني انا البروبابيلتي عشان اجامب من ستيت لستيت بتطلع بالشكل ده، وبقدر احطها بالشكل ده. في اي حاجه؟ ماشي الحال؟ طيب تعالوا ناخد بقى
يعني ايه كيس ثانيه. انا عندي احنا اللي فات ده كل اللي انا عاوز اقوله فيه ان في عندي حاجه ديترمينستك الست دايجرام، بس ديترمينستك وبروبابوليستك. نعم ده ليه علاقه بالمجهود بس مش يعني هو طبيعي مثلا ان هو لو حد اتجوز مره كان مره الثانيه والثالثه المفروض هياثر يعني الاستيت اللي فاتت هتاثر في الاستيت. اه ليه علاقه بالمصالح صح اللي هو بيفرض ان الاستيت دي ما تاثرش. صحيح. هو في زميلنا زميل بيسال ماركوف، الماركوف اسامبشن اللي مبسط الموديل ده شويه ومخليه الامبلمنتيشن بتاعه سهل. هو بيقول انا وانا جوه اي ستيت من الستيتس دي اي دونت كير اباوت الهيستوري بتاعي، بس هل ده طبيعي؟ يعني انا لو رحت لواحد مثلا اتجوز 10 قبل كده طلق واتجوز ويعني ايه حياته كده مش مستقره قوي، ف يعني كونه يروح يتجوز حد جديد ممكن البروبابيليتي تتاثر شويه. لما بيبقى عندك بوبوليشن كتير هيلاقي حد يتجوز وخلاص يعني، انما لو راح لكيس معينه طبعا ممكن ترفض وممكن كده على حسب هو خلفيته ايه. فالاسامبشن ده نوع من السمبلسيتي، واقع الحياه ممكن اكثر تعقيدا من كده، ان الواحد متاثر بالسيكونس من الاستيتس اللي مر بيها، مش فقط الاستيت اللي انا فيها هي اللي بتحدد انا رايح فين فقط. ده الماركوف اسامبشن تو سمبليفاي الدنيا رياضيا، لان احنا لو قلنا ان اللي في الاستيت دي هو هيروح هنا ولا هنا بالنسب اللي موجوده دي، بس النسب دي هتتغير لو هو جاي لو هو جاي منين وقعد قد ايه هنا، هتلاقي الموديل اتعقد قوي. فاحنا لا يفرق معانا هو كان جاي منين ولا قعد قد ايه هنا. ماشي، ده حاجه في الريبريزنتيشن. احنا لسه كده بنعمل نوع من التمثيل للايه للحياه، وبنتعرف على شويه تعريفات. يعني الديترمينستيك بروسيس انا عندي ثلاثه ثلاث صناديق، كل واحد فيهم هنا احمر وهنا اخضر، المفروض ده يبقى ازرق بس انا مش عارف طلع ازاي كده. انا عندي طلع ده اخضر وده ازرق بس مش عارف الالوان هنا ملخبطه. ف لو انا عندي ار جي بي وعندي يلو كمان، يلو هيبان بعد شويه. فانا لو جيت قلت لك ايه، انا الكره اللي طلعتها كانت حمراء، انا واخد من انهي صندوق؟ صندوق واحد ما لهاش حل، واخد بالك؟ طب الكره اللي انا طلعتها لها زرقاء، يبقى انا واخد من الصندوق نمره ثلاثه. وما ينفعش طب وانا ما فيش علاقه ما بين اس 1 واس 3 معناها ما فيش حاجه بالجنب كده؟ ينفع، بس انا فرضت على المساله بتاعتي الحل ده، انه انا لو في ستيت واحد ما ينفعش اروح الا اجنب كده او اروح كده، ومش كده وبس، ده انا كده هقعد ثلاث مرات وبعدين اعدي هنا وبعد اقعد خمس مرات وبعدين اجنب هنا وبعدين هنا هستمر ثلاث مرات واقف او استمر على طول وطب. فانا كده اقدر استنبط على طول من غير ما تقول لي ان اول ثلاث كور هيطلعوا حمر وتاني خمس كور هيطلعوا اخضر وتالت هفترض ان انا هقف بعد كمان ثلاثة وتالت ثلاث كور هيطلعوا زر. دي ديترمينستك كيس، زي عامله زي ما اكون انا بجامب من السبت للحد للاثنين الثلاث وبعدين برجع اللوب على نفسي وانا عارف انت في انهي كيس. دي ديترمينستك كيس.
واضح؟ في اي مشكله فيها؟ طيب ماذا لو الدنيا ما بقتش يعني ايه؟ لا بقت في هنا شويه كور بالوان مختلفه وهنا في شويه كور بالوان مختلفه وهنا في شويه كور بالوان مختلفه، غايه ما هناك ان الديستريبيوشن هنا للكور البروبابيلتيز بتاعه الكور هنا عدد الكور الاحمر بالنسبه لعدد الازرق بالنسبه للاخضر مختلف عن هنا مختلف عن هنا. ما هو لو كمان دول قد بعض الديستريبيوشن زي بعض مش هتعرف تميز، لو انا اديتك سيكونس من الكور مش هتعرف تميز. وبعدين جيت قلت لك البروبابيلتي كمان، جيت قلت لك بص انا وانا واقف هنا في الصندوق ده البروبابيلتي ان الكره تبقى حمراء 80%، تبقى خضراء 10%، تبقى زرقاء 5%، تبقى صفراء 5%. اصبحنا دلوقتي في ايه؟ ديترمينستك جامبنج. انا بس هنا في كل الاحوال انا هقعد هنا 3 مرات واقعد هنا 5 مرات واقعد هنا 3 مرات. فالستيت انا معروف بالظبط انا في انهي ستيت. ديترمينستك الستيت دايجرامي بتاعي انا ديترمينستك، عارف انا فين في اللحظه، انهي لحظه او انهي وقت انا عارف انا فين بالضبط. لكن اللي مش عارفه بقى وبنسبه بروبابيلتي ان الديستريبيوشن بتاع البروبابيلتي هنا مختلف من واحده للتانيه. يعني هنا مثلا كان الاخضر هو الغالب، هنا مثلا كان الاصفر هو الغالب، وفي شويه يجي بعديها في البروبابيلتي البلو، والتانيين ليهم بروبابيلتي برضه، ليهم وجود برضه بس وجود اقل شويه. لا بافتراض ان العدد كبير كفايه او برجعها مره ثانيه، بافتراض ان العدد كبير كفايه او برجعها مره ثانيه، انا باخد كده وارجعها مره ثانيه. لانك انت في السبيتش مثلا مش لانك قلت ان مش هترجع تقول ان ثاني الا احتياجك، لانك كل مره تقول ان هتقولها يعني ما مش هتكلفك حاجه. ففكره انك انت فبتفترض ان العدد انفينيتي وانك او العدد كبير كفايه بحيث كونك خدتها او نطقت الكلمه دي مش هيأثر على ال يعني. ما حدش بيقول انا وانا بكتب انا ليميتد عندي 100 كاف مش في الجواب اللي هبعته مش هزود عن 100 كاف حسب الكلام فيه ايه. فانا عندي هنا ايه؟ ظاهرتين، الانتقال من ستيت لستيت ديترمينستيك، ولما باخد من كل في كل ستيت انا فيها باخد كوره اللون بتاعها ده ستوكاستيك بروسيس بقت يعني بروبابلستيك، ما هياش حاجه ديترمينستيك يعني. واضح؟ طيب خلي بالكم من هنا كمان، انا مين قال ان برضو انا هنا ما ينفعش اجامب من واحد من الست واحد للست تلاتة او انا جوه الست تلاتة ما ينفعش ارجع الاثنين او كده؟ ده احنا اختيارنا، لكن ان جنرال الستيت دايجرام يسمح لي بان انا اعمل كله كونكتد، كل من اي ستيت اروح لاي ستيت. لكن احنا بنستخدم ده في كتير قوي من الحلول بالذات في السبيتش والتكست اللي بنشتغل عليه، ان وانس ان انا بعمل حاجه اسمها ليفت تو رايت موديل. يعني انا ما وكمان ممكن اسمح او ما اسمحش بان انا جامب الستيت اللي قدامي، فبجامب كده. تاثير ده ايه؟ ولا حاجه تقريبا. لما يبقى عندك داتا كتير بيبسط لك الموديل وما بيفرقش قوي في الحل. فالناس ايه كل ما كان الحل مبسط وما بيفرقش قوي بياخدوا الحل الابسط علشان الدنيا تبقى سهله في الحل. فالموديل ليفت ورايت 3 ستيتس، وانا هنا في الحاله اللي انا بدرسها دي هي ايه؟ ديترمينستيك جامبنج من ستيت لستيت.
الاستوكاستيك بارت فيها هو المحتوى بتاع كل صندوق من دول. وبتبقى البروبلم اللي مطلوبة انا لو عندي سيكونس من الالوان وما شفتش القصة دي، مش شايف ده خالص، انا عندي كده سيكونس من الالوان، ايه احسن probability لان انا اكون عملت جامب، تستنبط انت عملت جامب من ستيت للتاني. الحالة بتاعتي دي انا قايل لك دي هنا ثلاثة وهنا خمس مرات وهنا ثلاث مرات، فالعملية هنا ايه يعني ايا كان الالوان اللي هتطلع مش فارقه بالنسبه لي كتير لان انا عارف، بس الموست بروبابل كيس في الثلاثه دول هيطلعوا حمر، والموست بروبابل كيس في الخمسه دول هيطلعوا او على الاقل 70% من الكيسز هتطلع خضراء، ويعني ايه ال 80% من الكيسز هنا هتطلع ما بين الاصفر والازرق، بس ما يمنعش ابدا ان واحده صفراء تطلع هنا حتى ولو كانت البروبابيليتي قليله، ولا 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 بيمنع وجود واحده حمراء هنا او كره خضراء هنا او كده. طيب الكيس الاعقد بقى اللي هي الكيس بتاعتنا بقى اللي هننطلق منها لشغل السبيتش، هي ان بيكون عندي لا دي يا رب لسه كمان، بس خلينا نقول ايه البروبابيليتي بتاع الانتقال من ستيت لستيت بروبابيليستيك، ولكن الصناديق ديترمينستيك. فانا لما يطلع لي عدد من الكور حمراء ثلاثة ولا خمسة ولا ستة ابقى عارف ان انا اكيد كنت في الاستيت الاولانية، وكمان اقدر استنبط طالما ان انا مش مسموح لي ارجع للاستيت واحد تاني ان هتطلع الاحمر هينتهي وهقفز لالوان تانية، نو واي ان انا ارجع للاحمر تاني. ومش كده وبس، ان لازم بعد كرة حمراء لازم هتطلع كرة خضراء ولو مرة واحدة قبل ما اقفز لكور زرقاء او صفر. في الحالة بتاعتي دي ما فيش اصفر، احنا حاطين الازرق هنا. فدي واحدة استوكاستيك والبروبابيليتي تانية ديترمينستيك. يعني انا هنا عندي حاجتين اتنين ممكن يبقوا ديترمينستيك او استوكاستيك او الاتنين استوكاستيك، محتوى الصندوق والانتقال من ستيت لستيت. ده بالنسبة لنا في السبيتش بيمثل السبيتش ازاي. انا عاوز انطق كلمه كتبه، فلما تيجي تاخد الفيتشر بتاعت الكا وتقارنها بالفيتشر بتاعت الا والبا والتا وبقيه الفيتشرز، صعب قوي ان انت تقول لا ده هي ديترمينستيك، ده انا كده قادر على ان اجيب الكا بنسبه 100%. لا صعب قوي، معظم الفونيمز تلاقيها متداخله مع بعض، الاي بتاعتي قريبه من الاي بتاعتك، يعني ايه كبشر، وفي تنوع في الصوت وتنوع في طول الحنجره وفي تنوع في الاداء والنويز اللي موجوده في الجو، تلاقي ما اقدرش احكم على اللي خارج من الجهاز الصوتي اللي عندي ما ان هو ديترمينستيك. ولا التايمينج كمان، حتى نفس الشخص لما يجي يقول الكلمة أكتر من مرة مفيش ضمان إن هي تنطبق، إن أنا أخلص ثلاثة ستيت وبعدين راح الكاف قالها في 30 ثانية و 30 ملي سكند، والمش عارف الآ قالها في 100 ملي سكند، والته قالها في كم. لا الجهاز يعني بيدي في يعني ممكن حتى بدون حتى وانا متعمد ان انا اخلي الاطوال المتقاربه بتطلع مختلفه، تطلع واحده نص ثانيه والثانيه 0.55 من الثانيه والثالثه 0.6 وواحد ثاني يقولها تطلع 0.7. فالاطوال بتاعت حتى الفونيمز واحنا بننطقها مختلفه، حتى في الكتابه يعني وانت بتكتب بتحاول تقلد وكده، لكن لا ممكن تلاقي الايه الاطوال البينيه
في الكاركترز وانت بترسمها بتختلف وانت شغال. فدي كيس برضو ايديال شوية بس بتبين ان في عندي يعني الهدف من اللي فات ده كله ان انا ابين ان في تو ديترمينستك دبلي استوكاستيك موديل اللي هو عبارة عن المحتوى بتاع الصناديق وكمان الترانزيشن من ستيت لستيت. عندي دبلي او دبل استوكاستيك موديل تمام. بكورليت ده مع السبيتش ازاي او الكتابة ان انا منطقه وبجيب فيتشرز ليه. الفيتشرز دي مش حاجة ديترمينستيك طبعا في بروبابيليتي اعلى لاصوات معينة. يعني احسن سبيتش احسن حاجة بتجيب مثلا على مستوى الفونيمز لو انا ما قلتلوش انا بقول ايه مجرد انا مركز على الفونيمز اداني فريم وقال لي ده ممكن يكون من انهي فونيم احسنها لو عرفنا نجيب 80% بنقول جبنا. فما بتقباش ديترمينستيك قوي وبعض الاصوات متقاربه جدا مع بعضها. والحاجه الثانيه انا هقعد قد ايه في كل ستيت انا هقعد قد ايه في كل فونيم برضو مختلفه من كلمه لكلمه. دي الواقع الحياه بقى اللي موجود عندنا. طيب احنا عرفنا لما يبقى عندي ستيت دايجرام بروبابليستيك ستيت دايجرام زي كده اقدر احول ده واجيب حاجه اسمها الاي ماتريكس الستيت ترانزيشن ماتريكس. ولما يكون عندي دي بيسموها الاوتبوت بروبابيليتي ماتريكس. لما يكون عندي اوتبوت بالشكل ده انا باخد كره من هنا يا رب تطلع حمراء بروبابيليتي قد ايه خضراء بروبابيليتي قد ايه وهكذا. وانا الالوان دي البروبابيليتيز بتاعتها بتختلف حسب الستيت اللي انا فيها. واضح؟ شايفين التحدي اللي قدامنا والمشكله؟ طيب حته ان اعيد نفس الستيت تاني معناها ان الحرف ممكن يتكرر ورا بعض؟ لا وانت بتنطق الحرف اصل احنا بنعمل حاجه هنا بنسميها في السبيتش حاجه بنسميها اوفر سامبلينج. يعني انا مش عارف انت بتنطق الفونيم مدته قد ايه. بعض الفونيم بتاخد 30 40 ملي سكند وبعض الفونيم بتاخد ممكن يكون 200 300 ملي سكند. فانا مش عارف فانا بعمل ايه بروح مقسم بقول يعني انا هعتبر حتى الفونيم نفسه عباره عن مسار تعرف بي 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 لو انا حاطط فيتشر سبيس مثلا عامل كده ده فيتشر واحد وده فيتشر اتنين. لو فرضا ان السبيتش بوقعه عندي تو فيتشرز بس ليه فورمنت 1 وفورمنت 2 للناس اللي درسوا سبيتش ايا كان عندي تو فيتشرز بمثل السبيتش. فانا حاجه اقول مثلا اي او ان او اي حاجه الاقي وانا بقول بعمل يعني بحط كم فريم ورا بعض كده لان انا باخد كل 10 ملي سكند واحسب الفيتشر فلاقيني وانا بقول ان اما اخد سلايس تلاقيها عماله تتهز راحة جايه او بتتغير مكانها مش اكزاكتلي في مكان واحد. وانا مش عارف كمان انت هتقولها وهتخلص امتى. فانا بالنسبه لي الكلمه بتبقى عبارة عن سيكونس من الفريمز واخد بالك سيكونس من الفريمز عاملة كده ده دي كلمة واحد تاني قال نفس الكلمة فتلاقيه عامل كده مثلا.
فكل واحد بسمي عامل زي ما يكون بيعمل تايم باث جوه السبيس ده، الكلمه بالنسبه لي عمال يتحرك. فانا الحته دي بقول دي الان بتاعتي مثلا، والحته دي وتلاقي في تداخل كده هي الاو، والحته دي هي التي مثلا، واخد بالك؟ فانا مفيش حاجه ديترمينستك في الموضوع، وحتى الحتت المتداخله دي ما انا مش عارف انا هنا بالظبط هي الاو خلصت ولا التي اللي بدات، الدنيا ما بتبقاش واضحه. فهي لا انا عارف انا انتقلت من فونيم لفونيم امتى بالظبط، يعني دي بروبابيليستيك، ولا وانا جوه الزون بتاعه الفونيم ان انا هو ده الفونيم، لانني في تداخل بين الفونيمز وبعضها. فبالتالي اللي انا عارف اكزاكتلي دي ولا اكزاكتلي دي. طب ايه المطلوب؟ المطلوب انا الـ 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 الكلام ده لو افترضنا ان الستيتس دي هي الفونيمز اللي انا منطقها، ولو عرفت الستيت اوف فونيمز الستيتس اللي انا بتحرك من خلالها، لو عرفتها هبقى عرفت الحل. ده الستيت دي الكاف، والستيت دي التيه، والستيت دي البي. انا لو عرفت الثلاثه ستيتس دول انا عرفت الكلمه اللي انت قلتها او كتبتها. طب اعرف منين وانا عندي ايه اللي انا بشوفه؟ اللي انا بشوفه قدام عينيا في الحاله بتاعتي دي، في الحاله دي ايه اللي بشوفه؟ انا عمال اخد الكور، فانا عندي الوان للكور بس مش شايف حاجه غير ده. ومطلوب ايه منك؟ مطلوب اعرف الموست بروبابل سيكونس اوف ستيتس اللي انا مريت بيها. مره تاني اشوفها بس موجوده ولا لا. يعني ده مثال، ده الكيس بتاعتي بالظبط. الحاله دي ادي الاي ماتريكس اللي اتمثلها، انا هتكلم على الباي بعد شويه. ده الاي ماتريكس اللي مثلها، راجعها كده معايا، ادي بوينت 8 لا في انا ديت ربما اسف اللي هي دي. انا هنا بوينت 8 وبعدين بروح للستيت 2 ببوينت 2، وما عنديش البريفليج ان انا اجامب للستيت 3. واضحه يا شباب؟ طيب يبقى دي الستيت ترانزيشن ماتريكس، دي بتريليتها مع ده. يو هاف تو ريليت الستيت دايجرام ده بالبروبابيلتي اللي عليه، بنقدر نحطه ان ماتريكس فورم في الشكل ده. في اي مشكله سو فار؟ طيب والاميشن او الاميشن او الاوتبوت بروبابيلتي ماتريكس هي البي، دي عباره عن ايه؟ دي الالوان الاربعه، او بدل ما تبقى الوان في الريال لايف بتبقى البروبابيلتي بتاع نوع الفونيمز اللي انت، نوع الفيتشر اللي انت بتخرجها. بنعملها شويه كوانتايزيشن ولا حاجه علشان نبقى ايه في كوانتايزد فريم، في عدد محدود من الفيتشرز بنخرجه. تعال نفترضها ان هي الوان دلوقتي للسهوله. وبعدين عندي عدد الستيتس ثلاثه، فانا عندي لكل ستيت في بروبابيلتي ديستريبيوشن للاوتبوت اللي ممكن يخرج منها، اللي هم الثلاثه دول حطيناهم في اعمده هنا، بقت دي اسمها البي ماتريكس. طب ايه الباي دي؟ الباي دي بيسموها الانيشيال او الانيشاليزيشن. في الموديل بتاعنا اللي بنستخدمه في السبيتش، احنا بنستخدم حاجه اسمها لازم ادخل على الستيت الاولانيه للفونيم.
يعني ان جنرال واحنا بندرس الهيدن ماركوب موديل يصح ان انا اخلي دي التلت تلت تلت او دي الربع ودي النص ودي الربع، يعني المهم ان مجموعهم بواحد. انا هبتدي في انهي ستيت ديت بروبابلستيك، بس في الحاله بتاعتي انا اخترت انها ديترمينستيك، وانا هبتدي من الستيت الاولانيه. الموديل اللي انا اخترته ولقيته بينفع في السبيتش بيسمبليفاي الدنيا شويه وما بيفرقش في الاكيورسي كتير، ان انا واخده ليفت ورايت موديل ولازم ابتدي في الستيت الاولانيه، فده اتحولت الى ديترمينستيك كيس. لكن بعد كده مفيش ديترمينستيك الا ان انا ما اقدرش اجامب من الستيت واحد للستيت ثلاثة، وما اقدرش اجو باك من اتنين ما اقدرش من ستيت اتنين اروح للستيت واحد، او من ستيت ثلاثة ارجع للستيت واحد او ستيت اتنين. يعني في حتة كده فيها انا بفورس السيستم نوت تو كم باك، تمام؟ لازم بروجريسيفلي يتحرك لقدام. سو فار واضح؟ في اي سؤال؟ ايه الاوتبوت اللي بيجي لي وايه اللي انا عاوزه؟ الاوتبوت انا بشوف شويه كور خارجه، احمر اخضر مفروض ان ازرق، هي زرقاء، دي زرقاء بس يعني شكلها هنا، ودي صفرا. خدت بالك؟ ده اللي انا بشوفه وما بشوفش اي حاجه بقى، ده شويه رياضه انت عندك، انا ما اعرفش انت بتعمل ايه. انا ده اللي بشوفه، انا عندي كره حمراء حمراء خضراء خضراء زرقاء صفراء، واللي انا عارفه ان انا بتحرك من الستيت ديت. انا عندي ثلاثة ستيت بس ما فيش حاجه بتقول لي ان الحمراء دي هي بتاعت الستيت الاولاني، ما هو الستيت الثاني ممكن يبقى حمراء، ولا ان الخضراء دي بالضروره هي الستيت نمره اتنين، مش بالضروره، ممكن تبقى الستيت الخضراء الثانيه دي هي بتاع نمره ثلاثة. خدت بالك معايا يا شباب؟ دكتور. نعم. يعني هو الاوبزرفيشن هو الانبوت، انا مره بحاول لا الاوبزرفيشن ده الاوتبوت بتاعك. ده الاوتبوت بتاعك. انا الانبوت بتاعي هو عباره عن فريمز اكس اللي هي انا بحسبها، بحسب الفريمز اكس وعندي. بس انا مش عارف منها اي حاجه، يعني اكس دي ما اعرفش اعمل منها اي حاجه. انما انا عندي صوت خارج، خلينا يعني الابريت اكتر شويه. الصوت اللي خارج ده حولته الى بالميكروفون لسيجنال، وخدت السيجنال دي عباره عن السيجنال تايم سيجنال اللي كده، وجبت منها الفيتشر فيكتور بتاعي. الفيتشر فيكتور بتاعي ده بعمل له كوانتايزيشن وحولته، خلينا كده للسمبليفيكيشن، وحولته لاربع الوان، يبقى 4 ولا 40 مش فارقه معانا. بعمل فعلا كوانتايزيشن في السمبليفايد موديل للهيدن ماركوف موديل، بنعمل فعلا كوانتايزيشن للاوتبوت اللي خارج من الـ من الـ من الـ من الانسان. ده اللي انا شايفه سيكونس من الالوان، اللي هو الصوت محطوط في شكل فريمز ورا بعض. المطلوب ايه؟ المطلوب ان انا هديك شويه ديتا واقول لك الاتي، واقول لك بص نطق الكلمة كتبة، هو هجيب ألف واحد كله يقول كتبة، وكله يقول مثلا أو واحد اتنين تلاتة صفر واحد اتنين لحد تسعة مثلا، خلاص؟ فعندي ألف مرة حد نطق صفر، وعرفت السيكونس بتاع الصفر، خدت بالك؟ وعليك إن أنت تعمل حاجه كده في التريننج هنشوفها، بحيث تعلم الستيتس بتاعتك اخرج منها بالبروبابيلتي، بخرج بالثلاثه دول بس، ده مش محتاج اعلمه ولا حاجه، بخرج بالاي ماتريكس والبي ماتريكس.
من تريننج داتا. خلاص؟ واحسن حل ان يبقى كل فيه هو ستيت ولا لا؟ انا ده مستحيل طبعا، يا ريت بس ده مستحيل. ما لو ديترمينستك كسب انا جبتها وحليت المشكله بتاعتي. لكن اللي بيحصل هو ان انا عندي الصوت وتحليله سواء يبقى ترين ولا تيست، ده عندي بقدر احصل عليه. طيب السؤال هو جيفن ذات ان انا عندي مرنت الموديل بتاعي ومرنته على الكلمات اللي انا عاوز امرنه عليها، كان مثلا 10 كلمات ولا 100 ولا 1000 مش فارق، الكونسبت واحد. وكل اللي عندي السيكونس بتاع الاوتبوت دوت الاوبزرفيشن، بيسموه الاوبزرفيشن. وايه المطلوب؟ استنباط. جيفن ان انت عندك تريننج داتا وقدرت تولد الاي ماتريكس والبي ماتريكس للباترنز المختلفه اللي انت عاوز اللي انت بتشتغل عليها من مثلا من 0 ل 9 مثلا، وعاوز تشوف السيكونس اللي خرج من الفريمز دي بينتمي اكتر البروبابيليتي بتاعته اكتر لانهي موديل من المودلز العشرة اللي انت عاوز تتعرف عليها. يعني المطلوب ان انا اشوف اقدر استنبط انهي احسن سيكونس. لما اتكلم على هيدن ماركوف موديل انا بتكلم على التو، طبعا انا عندي ثلاثة، الموديل بيتعرف بالثلاثة دول بس، لان ده ديترمينستك ففي الحالة بتاعتي بقى يهمني الاي ماتريكس والبي ماتريكس. فايه احسن سيكونس؟ انا عندي سيكونس ده وكان عندي تريننج داتا فقدرت اجيب من التريننج داتا البروبابيليتي دي، وعندي للصفر وللواحد وللاثنين لحد التسعة عندي جايب اي ماتريكس مختلفة للصفر، اي ماتريكس اي وبي ماتريكس مختلفين للصفر عنهم للواحد للاثنين لحد التسعة. وبيبقى السؤال هو ازاي امرن واطلع الاي ماتريكس والبي ماتريكس؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني ازاي اجيب البروبابيليتي بتاع ان السيكونس ده بيعبر او بينتمي لانهي موديل، او ممكن يكون خارج من انهي موديل من المودلز اللي عندي. كل المودلز تقدر تطلع لك اي سيكونس، ده بروبابيليتي، بس في بروبابيليتي اعلى لموديل عن الثاني لانه السيكونس منطقي. يعني انا هنا من غير ما اقعد افكر كتير، لو فرضا انا عملت اسامبشن ان والله انا قعدت مرتين في الاستيت الاولانيه وقعدت تو تايمز، التايم هنا اليونت تايم اللي هي ال 10 ملي سكند مثلا، وقعدت هنا في السكند ستيت قعدت فيها مرتين، والثيرد ستيت قعدت فيها برضو مرتين، فكلام منطقي ممكن يشتغل. فانا كده موديل من العشرة شكله يدي بروبابيليتي اعلى من غيره، خد بالك. فهو ده هو دي البروبلم بتاعتي، ان انا بقعد امرن الموديل عشان اجيب البارامترز بتاعته، والبارامترز بتاعته اللي تهمني هم الثلاثه دول بس. براكتيكال سبيكينج الاي والبي هم اللي بنبقى عاوزين نحسبهم بس، لان انا بفرض على السيستم بتاعي ان انا لازم ابتدي من الاستيت الاولانيه، فدي مش حاجه بدور عليها اني مور. وفرض ان الاستيت سيكونس بتاعي هو بمشي بروجريسيفلي من واحد لاثنين لثلاثه. البروبلم واضحه؟ الناس اللي نايمة ورا. كل ده عشان الغياب؟ لا، اغسلي وشك تعالى. نشطي شوية. ماشي؟ طيب. خش في الرياضة بقى ايه؟ قبل ما نخش في الرياضة وتعقيدها، يعني هنا بس هقول المسميات وما تقلقوش، يعني هنرجع للكلام ده تاني او هنستوعبه ان شاء الله.
الستيت الستيتس بنسميها كيو واحد لحد في بعض الريفرنس بنسميها اس وبعض الريفرنس بنسميها كيو. عدد السيمبلز اللي طالعه في الاوتبوت اللي هي كانت زي الالوان اربعه هي بتبقى اوبزرفيشن من اوبزرفيشن واحد لحد اوبزرفيشن تي دي. دي تماثل السته دول يعني تي تي واحد تي هنا قيمتها بواحد باثنين بثلاثة أربعة خمسة ستة دول عدد الفريمز اللي بيعبروا عن السبيتش هم 60 فريم ولا 40 فريم ولا 30 فريم. الحالة بتاعتي ديت أنا واخدهم ستة. فالتي دي بتعبر عن عدد الفريمز أو السيمبلز اللي انت بتشتغل عليها. الاي ماتريكس اتكلمنا عنها اللي هي الستيد ترانزيشن بروبابيليتي ماتريكس. البي ماتريكس الاوبزرفيشن بروبابيليتي ديستريبيوشن. الباي الانيشال ستيت ديستريبيوشن. وزي ما قلنا ان الباي ده انا محيده خالص. انا كل مشكلتي وانا بمرن عاوز اجيب الاي ماتريكس والبي ماتريكس بس. فبيعبروا عن الموديل بتاع الهيدن ماركوف موديل بانه عباره عن لندا ولندا دي بتساوي باي اللي هي الاي باي الانيشال وA ماتريكس اللي هي ترانزيشن ماتريكس والبي البروبابيلتي بتاعت الاوتبوتس بتاعتي. ماشي بس انا كده ابقى عبرت فولي عن الموديل بتاعي. بس بجيب بقى ايه؟ بجيب لندا واحد للباترن الاولاني اللي بدور عليه. وقلنا هنا ان الباترن عباره عن بروبابيلستيك تايم باث عباره عن تايم باث كده واحنا ماشيين في الدايمنشنز بتاعتي. فلو عندي لندا واحد لندا اتنين لحد لندا ان انا بيبقى وعندي سيكونس من الاوتبوت كتست انا عاوز اشوف انتمائه اكتر لانهي باترن من دول. ايه البروبابيليتي انه ينتمي للموديل الاولاني للموديل الثاني لحد الموديل الاخير. نعم. والسيكونس ممكن يبقى اكتر من كلمه؟ اه طبعا. احنا لما نيجي نتكلم في جمل كامله السبيتش ريكوجنيشن دلوقتي جمل كامله كونتينوس يعني. انا ما اعرفش ممكن اوريكم دكتور معلش هو مثلا حاجه زي جوجل مثلا بتعمل حاجه كده انت بتتكلم وهي تكتب الكلام اللي انت بتقوله سبيتش تكست يعني. ما هو ده اللي هنيجي هنقول لك حالا هوريكم سيستم شغال هوبفلي. طيب على ما يشتغل على ما يشتغل النت شكلها ضعيف شويه بس نكمل بس لما نرجعوا للكيس تاني هنغير فدوت طبعا احنا الكيس اللي احنا هندرسها الكيس اللي احنا هندرسها كيس ابسط بكتير من الريال لايف. الريال لايف الناس بتيجي تقول والله انا عندي 30 40 فريم فونيم 40 فونيم في اي لغه بتبقى في الرينج بتاع 40 بلس اور ماينس يعني 40 فونيم. ما تكتبوا العدد كمان 1 2 كده عشان بسهل الواحد يعني. خدت بالك؟ ف بيبقى عندي لو في كلمه كتبه كلمه كتبه فيها كام فونيم؟ انا قلت قبل كده هي في الكتابه كفته ب 3. كتبه فيها كام فونيم؟ 6 6 فونيم لان التشكيل بنعتبره فونيم. ما انا ما اعرفش اقولها من غير تشكيل.
اللغة العربية بالذات ما تعرفش حتى تستارت بسترينج كده مثلا في اللغة الإنجليزية ممكن تقول string s t دول ما فيش باول زرا، لما اللغة العربية ما تقبلش كده، لازم يبقى فيه ما تقبلش انك تبتدي باثنين consonants يعني. المهم انه practically لما جه اتعرف على جمل كاملة، وهو ده طبعا لما نيجي تعرف على سيستم لازم تبقى جمل كاملة يعني. فلازم بعمل لكل فونيم من الاربعين دول موديل من ثلاثة ستيتس. لكن بالنسبة للكيس اللي احنا هناخدها، الكلمة على بعضها هنعتبرها ثلاثة ستيتس. طب وهل كل الكلمة فيها ستة فونيمز؟ I don't care. هو اول الكلمة، نص الكلمة، اخر الكلمة، عندي اترنس على بعضه كده وخلاص، علشان نبسط. وده valid للسمول vocabulary problem، لحد 20 ولحد 100 كمان بيشتغل، 100 كلمة خلاص. انما لما نخش في الريل لايف لا، لازم الموديل بيبقى معقد شوية، لان كل عدد الجمل لا نهائي، عدد الجمل اللي ممكن تنطقها لا نهائي. فالناس بتيجي تعرف في الموديل حاجة اسمها الفوكابلري، وتعرف الفوناتيك سيكونس لكل فوكابلري لكل وورد، ووزن المفروض ان احنا بنتخيل ان اكتر من 99% من اللي هيتنطق يكون وزن الفوكابلري ده. الفوكابلري ده ممكن يبقى كبير، نص مليون كلمة ولا مليون كلمة، من حقك وانت بتصمم السيستم تعمله كده. لكن احنا هنسمبليفاي كذا حاجة كده، هنعمل لها سمبليفيكيشن، ولما نيجي ناخد المشروع هنديكوا يعني ايه عمق اكتر شوية. بس في الفهم الرياضي هنركز قوي على عشان نفهم، لان الكونسبت وانس فهمته يعني ان احنا نزود يبقوا العدد الكلمات مش 10 يبقوا 100 مش فارقة. هنعرف ان دي فونيمز ومش عارف ايه، دي ممكن نشوفها في مشروع، لكن بلاش في ال. طيب احنا واحنا بنحل البروبلمز بتاع الهيدن ماركوف موديل عندنا ثلاثة بروبلمز. حاجة بنسميها الايفالويشن، وحاجة بنسميها الديكودينج. الديكودينج هي بروبلم مهم قوي، ان انا عندي سيكونس من الاوتبوت وعاوز اعرف الاوبتيمم ستيت سيكونس اللي انا مريت بيه. وحاجه الثالثه اسمها الليرنينج، ازاي الموديل بتاعي علمه خلاص. يعني البروبلم الثالثه والثانيه دول مهمين جدا، واخد بالك؟ فاحنا المره الجايه ان شاء الله هنمر بالبروبلمز دي. بس ادوني كده دقيقه اشوف الانترنت. تعرف على اياك بقى يشتغل. انتوا مش شايفين برضو؟ خلاص انا عرفت بقى. ايه ده؟ لا تمام، الكلام واضح ورا. تعال نشوف هو قال ايه انتوا مش هتسمعوا كده. مشكلة الصوت مش بس الصوت عشان يطلع عاوز انترنت قوية شوية. انا حاطط له انترنت، الكوميونيكيشن هنا مش كويس. طيب هتقول بس في باسورد، ما انا وريني كده. بسميه ايه؟ اني ده؟ طب ما انا برضه شايفه اقوى من عندك يعني.
بس ماشي هنشوف. حط لنا راس ورد بتاعتك كده مكشوف. هو لسه بيحاول، هو لسه بيلقط. لا لا مش لسه. اخفيها بقى، اخفي الباسورد بتاعتك بدل ما تبقى على المشاكل. هاي كاتشا شكله قرب. هو واحد يجيبه لنا، واحد يجيبه لنا على اليوتيوب، يجيب ويشغل الصوت وصد كده وخلاص. نزلت طيب. ماشي الحال، شكرا. عاوز اقول انه انا مش عارف تابعته الكورليشن. هو الميزه ان لما بيجي هنا بياخد الكلمه قصاد الصوت على طول يعني. بس المشكله النتورك ضعيفه قوي، مش قادر يسحب كده، لكن عارف يجيب السبيتش ليه؟ لانه عبر الكلاود خد الكليب وعمل له بروسيسنج ونزل التكست. تكست سهل، بس مش عارف ينزل الفيديو لانه الباندويتس مش سامح قوي. فالفكره انه السبيتش ريكوجنيشن اتطور قوي، بحيث انه يعني انت لو شفت الاكيورسي ممكن تلاقيها مخطيه ب 90% بسهوله، بل كتير من الاخطاء مش بعيد يكون نص الاخطاء او اكتر. الخطا موجود في السوابق واللواحق بتاع الكلمه، يعني تقدر تفهم الكلمه. يعني مثلا يقول لك مثلا اتوبيسات، فجابها اتوبيس لان الالف تما ما كانتش واضحه، بس بتلاقي البنيه بتاع الكلمه اصلا موجوده. فانت لو بتعمل بحث على كلمه اتوبيس هتلاقيها، واخد بالك؟ فممكن تبقى الماده تقدر تبحث فيها بسهوله وتقدر تعمل عليها تحليل بشكل جيد يعني. فالسبيتش ريكوجنيشن من الحاجات اللي حصل طبعا نتيجه الديب ليرنينج والحاجات دي اتطورت كتير يعني.
ان شاء الله هنحاول الحصه الجايه او اللي بعديها هنكريت ثلاث مشاريع. المشروع الاول سبيتش، واتمنى ان عدد الناس اللي يخشوا فيه ما يقلش عن 15. والمشروع الثاني في الناتشرال لانجوج بروسيسنج، هندور لكم على ابلكيشن لطيف في التعامل مع التكست. والمشروع الثالث هيكون في الايمج بروسيسنج. انا عاوز اي مشروع من دول عدد الفرق اللي فيه، عدد المجموعات اللي فيه ما يقلش عن 3. وهنحاول نديكم حاجه بيسموها في دنيا المسابقات اسمها ريسيبي للحل. بنيجي نقول لك انت لو اتبعت الخطوات دي وخدت الكود ده واشتغلت عليه ومشيت بالخطوات دي هتجيب الحل. فبتقعد ساعتين ثلاثه تطبق وتلاقي الحل طلع. بس ده اللي يعمل كده بياخد مثلا ايه من ال 30 درجه، من درجه المشروع ال 15 بياخد مثلا 5 درجات. ايه المطلوب؟ مطلوب كل واحد يشوف هاو تو انهانس عن الريسيبي اللي انت بتاخدها. الريسيبي دي عشان تحط رجلك على الارض وبتقول لك كده. في بقى شويه بارامترز، مثلا النتورك اللي موجوده انا هزود لاير من عندي، انا هعمل تريننج بشكل افضل، انا هشيل مش عارف ايه واحط ايه مكانه. لما الواحد طالما ان انت فهمت والكود قدامك بس بتقعد تغير تغيير يعني لوجيكال كده وانت بتظن انه ده يحسن، المفروض ان انت تجيب في كل مشروع من دول نجيب حاجة احسن من الريسيبي اللي انت خدتها. جيت قلت لي يا دي والله الريسيبي ما كانش عندي وقت، كتر خيرك هتاخد الخمس درجات عشان فهمتها، وهسألك فيها برضو عشان اتأكد انك فاهمها. لكن احنا كده زي ما كن بنحط لكل مجموعة تارجت بروجكت. انا اللي عاوزه من حضراتكم تقسموا نفسكم الى مجموعات، وكل مجموعه هتحل الاساينمنت مع بعضها الا لو قلت لكم غير ذلك. والمشروع يعني ان شاء الله ما بين اسبوع الاثنين هنكون احنا بنرام بس مع الشباب، عندنا نعرف بس ندور على ريسبي ونجربها علشان تبقى مبسطه كفايه عشان تفهمها، وكمان ما تبقاش حاجه تريفيال قوي. احنا عاوزين حضراتكم تنقسموا الى ثلاث مجموعات، خلاص، وكل ثلاث يعني فرق كده، كل واحده منهم ما يقلش عن 3، وكل مجموعه من 3 ل 5. احنا عددنا حاجه و50، فده يسمح لنا ان يكون في اكتر من 9 مجموعات، واخد بالك؟ في كل واحدة كل تراك من التراكس دي مش هقبل اقل من 3، علشان يبقى في فرصة ان احنا ايه نقارن شغلنا ببعض ونتعلم من بعض، وهتبقى زي منافسة بسيطة كده فيما بيننا. ماشي يا شباب؟ طيب.